يقول في بلادنا يصلون الصبح قبل وقته، فماذا علي فعله علما بأني إذا صليت معهم لا أستطيع الإنكار عليهم؟ لست متأكدا من هذا، ما أظن المسلمين في بلد يجمعون على الصلاة قبل الوقت، لكن ظهرت ظاهرة في بعض الشباب يقولون إن المسلمين الآن يصلون الفجر في غير وقته. المسلمون يجمعون على خطأ وعلى ضلالة، هذا شيء، ما هذا كلام جهال، ما هو كلام عقلاء ولا علماء. المسلمون صل مع المسلمين والحمد لله، واترك الشكوك. لو كان واحد مثلا أو جماعة محصورة يمكن يخطئون، لكن البلد كله والجماعة كلهم يصلون، تقول إنكم كلكم على خطأ، ما هو صحيح.